مشاهدي الكرام، اخترنا الحديث في هذه الحلقة المباركة بإذن الله عن اللوز. فاللوز من المكسرات اللذيذة التي يقبل عليها الصغار والكبار، وله فوائد عديدة للجسم، وهو غني بالأملاح المعدنية، ويحتوي على نسبة هامة من البروتين والفيتامينات المهمة للجسم مثل فيتامين A وE، وهو مضاد لفقر الدم والتعفن، ويساعد في حماية القلب والشرايين من الإصابة بالتصلب، ويحافظ على سلامة الأمعاء ووظائفها، وجيد لبناء العظام لأنه يحتوي على الفوسفور الطبيعي المهدئ للأعصاب والمنشط للدماغ، كما يخفض نسبة الدهون في الدم. دكتور، قبل أن تحدثنا عن فوائد اللوز، حدثنا ولو بإيجاز عن شجرة اللوز أو شجرة هذه ثمرة اللوز. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه من الأشجار الزيتية، واللوز والجوز، وكذلك الزيتون كالفستق، وهذه كلها أشجار زيتية. فاللوز يعتبر من المواد القوية في التغذية لشيئين أو لثلاث أشياء. الأمر الأول هو أنه غني بالبروتين، وهو يضاهي اللحوم فيما يخص البروتين. ثانيا أنه غني بالأملاح المعدنية، يعني خصوص الأملاح المعدنية مثل الفوسفور والكالسيوم كذلك. وأنه كذلك يحتوي على حمض الأوميغا 3، حمض الأوميغا 3، لأن اللوز يعني على حسب المناطق وعلى حسب النوع قد يصل إلى 24% من الزيت. واللوز الحمد لله أن في المغرب عندنا لوز بلدي. أتمنى أن لا نستورد أي لوز. إذا استهلكنا هذه المنتوجات فهي كافية للمغرب. كاين مناطق مثل السوس، كاين مناطق الجبل الأطلس، مثل الأزيلال والأفرار، مناطق أكنول. مناطق أكنول. اللوز فاكهة غنية جدا، فيها بروتين وفيها زيوت، يعني دهون. هذه الدهون هي من نوع ممتاز، لأن الزيوت النباتية ليس فيها أي مشكل. الدسم الحيواني هو الذي يشكل مشكلة، لأن الزيوت النباتية بالعكس هي جيدة للجسم. نسبة حمض الأوميغا 3 الموجودة في اللوز هي كافية للوقاية من أمراض القلب والشرايين. لأن هذا التركيز حمض الأوميغا 3 علينا نتكلم عن حمض الأوميغا 3 هكذا بدون أي شيء، ولكن كي ندقق في بعض الأشياء، لأن ربما بعض الناس يتهورون مع تناول بعض كبسولات حمض الأوميغا 3، أو ربما يغرر بهم لما يكتب حمض الأوميغا غني بحمض الأوميغا 3 أو أي شيء من هذا القبيل. لا يمكن أن يكون حمض الأوميغا 3 في الطبيعة، ولا يوجد في الطبيعة حمض الأوميغا 3. هو الجزيئة التي تتحول إلى حمض الأوميغا 3 هي اللي موجودة في الطبيعة. ويكون على شكل ألفا لينوليك أسيد، وفي الجسم يتحول إلى الجاما لينوليك أسيد، والجاما لينوليك هي حمض الأوميغا 3. لكن هناك أنزيم يقوم بتحويل الألفا لينوليك الجاما لينوليك في الجسم، وهذا الأنزيم ينقص عند الأشخاص الذين يدخنون، عند الأشخاص الذين يشربون كحول، وعند الأشخاص الذين يكثرون من السكريات، خصوص المحليات، يعني السكريات الكيماوية. يعني هنا في المشكل لما نتناول الألفا لينوليك، هل نحصل على الجاما لينوليك يعني الأوميغا 3 في الجسم أو لا؟ لا ندري. ربما بعض الأشخاص عندهم 100%، لما لا؟ ربما بعض الأشخاص لا يتحول الألفا لينوليك إلى الجاما لينوليك. هذا هو يعني الحادث الذي يجب يعني أن ندقق فيه من الناحية علم التغذية، وهو شيء خاص بعلماء التغذية وشيء لا يعلمه الباحثون الآخرون. ثم إذا اجتمع حمض الأوميغا 3، هو يعني مصدر قوي من حمض الأوميغا 3 ومصدر قوي من الأملاح المعدنية مثل المنغنيز والمغنيزيوم والفوسفور والكالسيوم، في شيء قليل من الحديد، في شوية زنك، وفي كذلك شوية يعني نحاس، ولكن يبقى المعدن القوي هو المنغنيز والمغنيزيوم وكذلك الفوسفور. المغنيزيوم والفوسفور مع حمض الأوميغا 3 يجب يعني كما سنرى في الفقرة الثانية، يجب أن نفكر في الجهاز العصبي، لأن يعني هذه الأشياء خاصة بالجهاز العصبي. ثم الألياف الخشبية الموجودة في اللوز، وفيه كذلك ألياف خشبية. هذه الألياف الخشبية فيها فيتوستروجينات، وكذلك مقوي هرموني جيد، يعني
يسخن الجسم وهو جيد للرجال لأنه يقوي النظام الهرموني عند الرجال وكذلك يزيد في القوة الجنسية وكذلك في الخصوبة عند الرجال. ثم الدهون هو غني بهذه الزيوت يعني العالية الجودة زيوت نباتية غنية بحمض الأوميغا 3 فيها بعض الأحماض الأخرى مثل الأوليك واللينوليك يعني على شكل أثر ولكن الأوليك موجود كذلك لأن هذه الحمضيات الغير مشبعة هي التي تسبب تأكسد جميع الزيوت التي يكون فيها مستوى مرتفع من الحمضيات الدهنية الغير مشبعة تكون قابلة للتأكسد بسرعة وزيت اللوز زيت اللوز يتأكسد بسرعة لا يمكن أن نستهلكها هكذا ولذلك يجب أن نستهلك اللوز عوض هذا الزيت. هناك أشخاص يشترون زيت الكتان وزيت اللوز وزيت الجوز لا يجب أن نستهلك المادة في الموضع الذي خلقها الله سبحانه وتعالى لماذا لأنها تكون يعني في بنية فيها أملاح معدنية وفيها بروتينات وفيها أشياء تشدها لما نستهلكها فهذه الأشياء تصل إلى الأمعاء ثم تحلل بالليبايز هذا الأنزيم الذي يحلل كذلك الدهون بروتينات سنستفيد منها. الفيتامينات الموجودة في اللوز هي فيتامينات مضادة للأكسدة من التوكوفيرول وفيتامين A والA يعني بالفرنسية AE هذه الفيتامينات هي فيتامينات قوية جدا يعني لماذا لأنها فيتامينات مضادة للأكسدة لا يجب أن نعلم أن فيتامين A هو كابح للسرطان وهو الذي يقوم بتخثر الدم ولذلك يعني هو يدخل في التغذية التي يجب أن نمنعها على بكثرة طبعا نساء الحوامل يجب أن لا يتناولوا فيتامين A ثم كذلك لأنه يخثر الدم وما هذا الفيتامين فيتامين A يجب أن يدخل في النظام الغذائي للأطفال الذين نختنهم لماذا؟ لأنه هو الذي يسرع تخثر الدم وطبعا هذا الجراح تضمد يعني بسرعة. القوة المضادة للأكسدة موجودة في الزيت خلقها الله لهذا الزيت هو في نفسه فلما نخزن فواكه اللوز فهي لا تتعفن لماذا؟ لأن ليس فيه ماء في نسبة قليلة من الماء والأكتيفيتي أوف واتر يعني هذه النشاط المائي الموجود في اللوز هو لا يسمح يعني بالنمو أي جرثوم ولا يسمح بتكون توكسينات ولا يسمح بأي شيء حي لماذا؟ لأن لما نزيل الماء من المادة الحية فهي تحفظ وتصبر أن الله سبحانه وتعالى يقول وجعلنا من الماء كل شيء حي لما نضيف الماء مثلا إلى الحليب المجفف أو نضيف الماء إلى الدقيق فهو يتخمر معنى يحيى يعني لماذا؟ لأن هناك جراثيم لا تنمو إلا بوجود الماء أو أنزيمات لا تعمل إلا بوجود الماء ولكن لما نجفف المادة فيعني ننزع الحياة يعني لأن الماء هو أصل الحياة وبدون ماء ليس هناك حياة فالله سبحانه وتعالى حفظ وقام بتصبير هذه المواد فهي من المدخرات وهي ممكن أن نستهلك اللوز والجوز على مدار السنة تمور والزبيب والتين المجفف على مدار السنة مع القطن مع الحبوب بدون أي مشكل لا نحتاج برودة ولا نحتاج تصبير ولا تعقيم ولا إشعاع تشعيع ولا أي شيء هذه فهذه من وحدانية الله سبحانه وتعالى في 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 خلقه تتجلى في وحدانية خلقه وأنه هو القادر سبحانه وتعالى على هذا الخلق كما يقول في سورة لقمان هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال المبين لننظر إلى هذا التوازن كما يقول الله سبحانه وتعالى والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون من كل شيء شوف نعطيك مثل جميع النبات في بوتاسيوم جميع ما خلق الله فيه بوتاسيوم ليس فيه صوديوم في قليل من الصوديوم بمعنى أنه لا يضر أمراض القلب والشرايين طبعا جميع الأشياء التي صنعها الإنسان فيها صوديوم أكثر من البوتاسيوم لأنه يضيف الملح جميع الزيوت التي خلق الله هي سيس هذه الروابط من سيس ليس ترانس لا توجد في خلق الله جميع الزيوت التي صنعها الإنسان ريفاينين هذا التكرير وتصفية الزيوت وتصنيع الزيوت هذه هي فيها ترانس فيها روابط ترانس وروابط ترانس هي سرطانية هذا هو التوازن الذي يتكلم عليه الله سبحانه وتعالى أن الحديد دائما بتركيز منخفض بالمقارنة مع المغنيسيوم والكالسيوم الكالسيوم يكون تركيز مرتفع لماذا؟ لأن الكالسيوم يحتاجه الجسم أكثر من الحديد وهو يدخل في بنية وتركيب وكذلك الأنزيمات والعضلات كل يعمل بالكالسيوم فهذه شكرا. الأشياء يعني لما نسأل الناس عن مصدر الكالسيوم كل الناس يجيبون الحليب أكيد اللوز هذا اللوز هو مصدر الكالسيوم ومصدر الفوسفور جيد إذن دكتور شكرا لك على هذه المقدمة القيمة نلتقي مشاهدينا الكرام بعد قليل لنتحدث عن فوائد ثمرة اللوز
أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الفقرة طبعا التي سنخصصها لفوائد اللوز، أليس كذلك؟ نعم يا دكتور؟ نعم إن شاء الله. إذن ما هي فوائد اللوز وكيف يعني نأكله حتى يستفيد جسمنا منه؟ نعم، هو يستهلك مباشرة، هي فواكه جافة تستهلك مباشرة. نعم. هو بالنسبة للأشخاص الذين يعني يطهونه في الزيت، هذا الشيء في الزيت والقلي في الزيت، هذه طريقة يعني غير صائبة، هذه طريقة خطيرة جدا يعني. إذا كان يسلق في الماء ثم يعملوه مع الطبيخ فليس هناك أي مشكلة. نعم. ولكن من الأحسن أن يستهلك هكذا طازج. لماذا؟ لأن في بعض المكونات التي تتلف بالنار، طبعا الفيتامينات والأملاح والبروتينات لا تتلفها النار. هو عند السلق دكتور نزيله القشرة. نعم، نزيل القشرة، ومع الأسف هذه القشرة فيها مكونات يعني جيدة، فيها ألياف جيدة هذه القشرة، وفيها بعض الفيتوستروجينات. نعم. يعني لأن الفيتوستروجين هو مكون أساسي لكل هذه الفواكه من اللوز والجوز والفستق، هذه كلها فيها فيتوستيرول، والفيتوستيرول هو مهم جدا لأنه هو المكون الهرموني الذي يلعب دور أساسي في الجسم، لأن بدون أن نسوي الهرمونات في الجسم فمن المستحيل أن يعيش الشخص بصحة جيدة، من المستحيل. واللوز فيه بركة، لا يقدر الشخص على تعدي 7 حبات أو 10 حبات، فيه بركة ويثقل على المعدة. نعم. لأن فيه دهون بكثرة، ولأن فيه بروتين بكثرة، وأن أي كمية جيدة، أي كمية يعني 7 حبات 9 10 يعني أي كمية جيدة. نعم. وأوصي بتناوله يوميا من الأحسن. نعم. مع هذا يعني هنا أهمية يعني أفتح مزدوجتين. نعم. أنه ممنوع على الأشخاص الذين عندهم حساسية وربو. نعم. أصحاب الحساسية والربو يعني من الأحسن ألا يقربوا هذا الناتس، يعني هذه المكسرات. نعم. اللي هي الجوز واللوز والفستق والفول السوداني، وهذه أشياء يعني ممنوعة على الناس اللي عندهم حساسية وكذلك ربو هذا. نعم. حتى أن القانون الأمريكي الـ FDA Food and Drug Administration يعني قانون صارم في استعمال هذا اللوز في الحلويات وفي بعض الخلطات. نحن هنا في المغرب يا دكتور حلوياتنا كلها تتضمن كمية كبيرة من اللوز. نعم، مع الأسف الشديد، ولذلك أنا أمنع على الأطفال والنساء اللي عندهم حساسية بأن لا يتناولوا مواد صناعية، ممنوع منعا كليا. نعم. لماذا؟ لأن فيها مكونات يعني تحدث هذه الحساسية، فلا يعقل أن يأخذ الشخص بخاخ ضد الحساسية أو ضد الربو. نعم. وهو لا يعرف الأشياء التي تسبب له هذه الحساسية. الأطباء يعطون لائحة فيها مثلا الإربيان وفيها البيض وفيها القمح وفيها أشياء هذه المكسرات من هذه منها مثلا الفراولة من أشياء. نعم. ولكن المواد الصناعية لا يدخلونها في اللائحة. جميع المواد الصناعية، البسكويتات والحلويات والشوكولاتة مشتقة الحليب مسائل المشروبات الغازية ممنوعة على أصحاب الحساسية. لأن في الملون تارترازين، والتارترازين هذا يعني يسبب للحساسية والإزعاج عند الأطفال. نعم. وفيها البنزويت ولا السوربيت، ممكن نعم. تكون سوربيت تم. نعم. إذا اجتمعت البنزويت مع التارترازين حساسية 101%. نعم. يعني نحن نعلم الأثار هذه الأشياء يعني داخل الجسم. نعم. إذا أضفنا إليها المونوسوديوم جلوتاميت وأضفنا إليها بعض الأشياء الأخرى مثل اللوز الذي يدخلونه في هذه الحلويات، فطبعا ستحدث حساسية لدى الأطفال. دكتور عندنا يعني في المغرب حلويات. نعم. نسمعها في البيت، يعني هل هذه ستضر صحتنا؟ لا، إذا كان الشخص لديه حساسية ممنوع عليه اللوز، نحن نمنع اللوز، لأن الحلويات فيها لوز وفيها مضافات غذائية. نعم. فهذه السيدات في شهر رمضان يحضرون هذه الخلطات من اللوز. نعم. ومع الأسف من اللوز ومن السمسم وكلاهما يحدث حساسية، فيجب أن يحذرنا هذه الأشياء بأن لا يعطوا للأطفال، مش الأطفال، كل الأشخاص الذين لديهم حساسية يجب أن لا يستهلكوا هذه المسحوق سلو هذا اللي نأكله في المغرب في أثناء شهر رمضان. نعم. لأن فيه السمسم يعني هذا الزنجلان، وفيه العديد من المكسرات، السمسم واللوز والفول السوداني. نعم. والفول السوداني كذلك، هذه كلها أشياء تحدث الحساسية. نعم. فيجب أن يعني أن نعلم الناس يعني كيف يتعاملون مع هذه الأشياء، ونضيف السكر مع هذا الحساس. نعم، والسكر مع هذا الحساسية. اللوز كل الناس يتناولونه وليس هناك أي مشكل، هو يعطي طاقة للجسم، خصوص الأطفال الصغار يجب أن يستهلكوا اللوز يوميا بشرط
أن يكون اللوز طبيعي المغربي وليس اللوز المستورد، لأن اللوز المستورد لا ننصح به ولا يمكن أن نضلل الناس، لأننا لا نعلم هل هو مغير ولاتيا أم لا، لأن السوق الدولية الآن فيها منتوجات مغيرة ولاتيا، واللوز هو من داخل في اللائحة ديال التغيير الولاتي. فمن الأحسن احنا لا يمكن أن ننصح بأشياء لا نعلمها، ولكننا ننصح بالأشياء التي نعلمها. المغرب فيه لوز بري بلدي طبيعي، يستهلك الناس اللوز يوميا، خصوص الأطفال الصغار اللي ما عندهمش يعني الذين ليس لديهم حساسية، والنساء كذلك، لأنه هو يسوي الهرمونات في الحمض الأوميغا 3 وفي كذلك الفيتوستيرول. نعم، وجيد للنساء، اللوز جيد للنساء وجيد للنساء المرضعات، ويرمم العظام. يعني النساء كلهم دابا عندهم مشكل يشتكين من العظام، ولكن لما يسمعوا الناس هذا الكلام يذهبون إلى اللوز ثم يستهلكونه لكي يعني يشفوا من هشاشة العظام. نعم، هشاشة العظام مرض معقد ومركب، يجب أن يمتنعوا عن الأشياء التي تحبس الكالسيوم أولا. نعم، وهي المواد الصناعية، ثم يتناول مواد طبيعية وممكن للجسم أن يترمم بدون أي مشكل. يعني ليس هناك أي مشكل، يعني الأشخاص ينتظرون شفاء الأنيميا في 3 أيام، من المستحيل. نعم، يجب أن يعود الجسم إلى أصله. نعم، يمر بفترة يعني ترميم مشاكل وشوية يعني. نعم، الصداع في الرأس وألام والمسائل والإسهالات، يمر من هذه الفترة جيد. نعم، ثم يعني يصل إلى الطور، ويوم عن يوم بعد يوم ستزداد المناعة إن شاء الله، والجسم سيكون على أحسن ما يرام. لكن الأشخاص نصحتهم في 2006. نعم، ولم يعودوا إلى يعني الجسم الطبيعي إلا في 2010. يعني ليس، نعم ليس بسهل، قرابة 4 سنوات. لا، لماذا؟ لأن الشخص الذي عاش 40 سنة و40 سنة ويتناول السموم ويريد أن يتخلص منها في يومين، لا يمكن. لا يمكن، يجب أن يتخلص من هذه السموم، أن يتخلص منها في 2 سنين و3 سنوات و4 سنوات، أن يشرب ماء نظيف، أن يكون نظام نباتي، أن يبتعد من المضافات الغذائية، وأن يدخل عامل أوميغا 3، عامل أوميغا 3 ويزيل السموم من الجسم، والكلينز وداخل في الكلينز. نعم، وهذا اللوز داخل في التغذية للأشخاص المصابين بالأمراض مزمنة مثل السرطان ومثل السكليروزيس، ملتيبل سكليروزيس ومثل الألزايمر ومثل الأمراض الخطيرة التي ترتبت على، لماذا؟ لأن ليس في سكر وليس في سكرية، وفي دهون، الخلية السرطانية لا تقدر على الدهون، وفي بروتين، بروتين يعني لبنيات الجسم، وكافي جدا بدون أن يأكل الشخص لحم، فهو يدخل في التغذية الطبيعية للأشخاص المصابين بأمراض، إلا أن تكون حساسية. فالحساسية، الأشخاص عندهم حساسية لا يقدرون على اللوز، وأعني الحساسية التي يعني تم تشخيصها تشخيص طبي واضح. نعم دكتور، هناك من يمزج اللوز مع الحليب. جيد، اللوز مع الحليب واللوز مع التمر، لما لا؟ اللوز مع التمر واللوز مع الحليب. واللوز مع أي فاكهة جيد، اللوز يتجانس مع كل الأغذية حتى مع النشويات. عجيب، ليس هناك أي مشكل، اللوز يتجانس. هذه الفواكه الجافة ممكن للشخص أن يتناولها لوحدها، أن يتناولها مع قطاني. اللي في المغرب كنا هذه الخلطة فيها الحمص، فالحمص واللوز والجوز والتمر والتين وإلى ذلك، هذه جيدة متكاملة، متكاملة فيها كل شيء، فيها بروتين، فيها السكريات، فيها الدهون، فيها كل شيء. هذه مع الأسف هذه الفواكه لا نستهلكها إلا في المناسبات، وهو شيء يعني ناقص. لماذا نتكلم في هذا البرنامج عن هذه الأشياء لنعطيها أهمية لكي يدخلها الناس في نظام الغذاء اليومي المعتاد؟ ولذلك دائما يعني نؤكد على أن اللحوم والألبان ليست أصلية في التغذية، إن وجدت جيد نأكلها، نحن نحرمها حل الله. نعم، ولكن إذا لم يجد الناس الحليب ولا اللحم، طيب من هناك نشويات، هناك قطاني، خضر، فواكه، وفواكه جافة، هذه غنية بالبروتين. ولكن الناس لما نتكلم عن البروتين يخطر ببالهم لحوم، لا، دائما بروتين تساوي لحوم، هذا خطأ. نعم، لأن البروتين موجود في النشويات في 15%، موجود في القطاني في 25%، موجود في اللوز. اللوز هذا يعني تقريبا حفنة لوز هي تضاهي 100 غرام لحم. نعم، لماذا يقرنون دائما الناس يقرنون هذا البروتين باللحوم؟ باللحوم وليست اللحوم هي اللي فيها بروتين. نعم، يعني كل خشاش الارض فيه نسبه عاليه من النيتروجين. طبعا دكتور، احنا اللوز لا ناكله الا طبعا في رمضان. وعندما يكون يوم عاشوراء. نعم، يعني لماذا نربط اللوز بهذه المواسم، مع العلم ان اللوز يجب ان ناكله كل يوم كما قلتم، لانه غذاء. نعم، يعني يرمم حتى العظام. عليه هو التحليل الاجتماعي لهذه الظاهرة بسيط جدا. نعم، بسيط، لأن من قبل لم تكن حلويات ولا بسكويتات،
وكان الناس عندهم سوق موسمي سوق أسبوعي. نعم. فهذا الناس اللي كي يمشوا السوق عوض ما يأتون بالبسكويتات وبالحلويات وبالويفرز هذه وبالأشياء هذه البيستري كانوا يأتون بفواكه جافة، كانوا يشترون التمر والتين واللوز والجوز، اللوز والجوز يأتون بهم ثم يوزعون على الأطفال لما يعودوا إلى منازلهم، يوزعون على الأطفال أو يشربوا شيء مع هذه الفواكه. فأصبحت هذه الفواكه غنية جدا، هي راقية، فواكه راقية. فكذلك أخذناها في الاحتفالات، يعني في الاحتفالات وفي الأفراح، الأعراس والأفراح دائما اللوز والجوز دائما داخلين في الثقافة المغربية، وهي الثقافة المغربية ثقافة عالية ويعني عالية جدا وراقية وذكية، لأن فيها يعني الفن الغذائي الأمازيغي والفن الغذائي العربي، وفيها كذلك الأندلسي، من المسلمين رجعوا من الأندلس، يعني فامتزاج مزج هذه الأشياء. كان هناك تسميات أمازيغية، قليل من يعلم أن الكسكس، الكسكس هذا هو اسم أمازيغي، وقليل من يعلم أن البركوكش أبركوكس، يعني أبركو اسم أمازيغي، والهربل اسم أمازيغي، والسيكوك اسم أمازيغي. فهذه كلها يعني دخلت في التغذية العربية، وهي كلها ممتازة، هي كلها ممتازة، يعني الكسكس ممتاز، لأنه يعدل من القمح مع الخضر، قليل من اللحم، ويدهن بزيت الزيتون. يعني الوجبة كانت يعني متكاملة، الوجبة التي نسميها في المغرب كنقولوا احنا في المثل الامي انها تلقى الضيوف، هذه الوجبه تلقى الضيوف، يعني تخفف على صاحب المكان انه لما نقدم الكسكس قدمنا كل شيء. هناك في الصحراء لا داعي الى كثره الصحون ولا اشياء هكذا، لما نقدم كسكس قدمنا كل شيء فعلا. هناك سؤال دكتور ورداني عبر صفحه الفيسبوك، ما الافضل اللوز المقلي المملح أم اللوز الطازج؟ من الأحسن أن يؤكل طازج، جميع الأشياء الطازجة تنفع الجسم أحسن من الأشياء، لكن ذلك المحمص الذي نجده. نعم، هناك من يحب، ولكن ألا يضيف له ملح. نعم. ألا يضيف له ملح، لأن حمض الأوميغا 3، حمض الأوميغا 3 هو يحفظ القلب والشرايين، إذا أضفنا ملح فلا ينفع الجسم، لا ينفع، لأن صوديوم خطر للكلية وعلى القلب، خطر جدا صوديوم. فمن الأحسن أن يؤكل طازج، أو إذا كان الناس يريدون طهية أن لا تضاف إليه ملح، لا يضاف إليه ملح فقط، ثم ممكن أن يضاف إلى خلطات أخرى أو وجبات غذائية يعني أخرى، ممكن أن نضيف اللوز، لما لا. نعم. سؤال آخر، تقول سيدة، نجد في الأسواق أنواعا كثيرة ومستوردة من اللوز، هل هذه الأخيرة يعني مستوردة جيدة أم أنها لم تسلم من التغيير الوجيه؟ نعم، وهو ما تكلمنا عليه في الفقرة تقريبا، تكلمنا عنه أن يعني لدينا لوز في المغرب، لدينا لوز جيد في المغرب، جودة جيدة وكمية كافية للمغاربة، ليس هناك أي مشكل. يعني مع الأسف الشديد أن هناك أشخاص موجودة في الأسواق لفترة. نعم، ولكن اللوز المغربي أصبح يستعمل للكوسميتيك، أصبح للجميل. لم نعد نعرف أين هو يعني اللوز المحلي واللوز المصري. البائع يعرف، البائع يعلم، والباع كيف. وعندما تسأل يقول لك يعني كيف كيف. هناك ناس طيبين، يعني لما تسأل عن منتوج مغربي ومنتوج مستورد يقول هذا مغربي وهذا مستورد. يعني فأنا لا أنصح باللوز المستورد، يعني لا أنصح باللوز المستورد، لأن السوق الدولي يتعج بالمنتوجات المغيرة وراثيا، وأن الناس يتحملون مسؤوليتهم فقط، ولكن لا أنصح به، لا يمكن أن أنا أنصح بالمواد الطبيعية التي خلق الله سبحانه وتعالى في هذا الكون. لو لم أكن في المغرب ما كنت تكلمت عن اللوز، ولكن في المغرب سنتكلم عن اللوز، لأن لدينا لوز في المغرب ولدينا كمية تكفينا، فيجب أن نرشدها وأن نستهلكها فقط، ألا تستعمل للتجميل أو يعني هناك يعني تقريبا كميات كبيرة ضخمة تشترى الآن مباشرة من المناطق المنتجة لتستعمل أو تستخدم للكوسميتيك، يعني للتجميل. لماذا نستهلك هذا اللوز؟ التجميل وثانوي، والأمن الغذائي، نحن يجب أن نؤمن غذائنا قبل أن نذهب إلى الترفيه وإلى التجميل. هناك الترفيه والتجميل، مشروبات غازية والحلويات هي ترفيهية وليست أمن غذائي. الأمن الغذائي هم الحبوب، هم القطاني، هم الزيوت، هم الفواكه، هم الخضر، هذا هو الأمن الغذائي، هم الأسماك، هم الحليب، هم اللحم، هم البيض، الدجاج البلدي، الدجاج البري والبيض البري، البيض البلدي، هذا هو الأمن الغذائي. وحتى خشاش الأرض، وحتى طحالب البحر، حتى نبات البحر كذلك يدخل في الأمن الغذائي. المغرب لديه ثروة هائلة في البحر يجب أن يستخرجها، ثم لدينا ثروة هائلة من اللحوم في البحر، ثم نقول أن المغرب ليس لديه اكتفاء ذاتي من اللحم، فلا يعقل. أن نحن نصدر اللحوم للعالم، نحن نطعم العالم، يعني والمغرب لديه اكتفاء ذاتي ولديه منتوجات نقية وجيدة وراقية، فعلي نحن إذا استهلكنا أسماكنا سنكون أرقى من أي دولة راقية، يعني أرقى من أو دولة راقية. لماذا؟ لأن مؤشر البروتين على حسب الإفاو
هما يقول أن إذا استهلكت الدولة 35 جرام بروتين للشخص فهي دولة راقية من اللحوم ليس بروتين لحوم. فنعم 35 كيلو جرام. فإذا يعني قسمنا ثروة السمك الموجودة في البحر المغربي على عدد سكان المغاربة فسنجد ليس يعني 35 سنجد 350 كيلو للفرد في السنة، يعني سنكون أرقى من يعني أرقى دولة. ولذلك أن حتى مؤشر البروتين لما يتكلمنا عن المؤشرات الاقتصادية فلا الأرقام ولا الواقع ولا الأرض ولا عدد السكان ولا كمية المياه في المغرب ولا كل توحي بأن المغرب لديه اكتفاء ذاتي ولديه اكتفاء ذاتي نقي نظيف ليس أي اكتفاء. يعني أمريكا فيها فائض الإنتاج ولكن عندها تغيير ذاتي، نحن ممكن أن يكون لدينا اكتفاء ذاتي طبيعي. هنا نتكلم عن المغرب الأخضر، في هذه الحالة نتكلم عن المغرب الأخضر. أما أن نستعمل مبيدات وأن نستعمل مضادات حيوية وهرمونات للحيوانات وأن نستعمل هرمونات للنبات ليس للحيوان، هرمونات كهرمونات تستعمل للنبات. أما أن نستعمل هذه المصائب ثم نقول وصلنا إلى إنتاج كذا وكذا فهذا لا، يجب أن يكون الإنتاج طبيعي. لو تركنا الأبقار المحلية الصفراء كانت تعطي كمية قليلة، ولكن عادات الأبقار والكمية التي تعطيها البقرة في 35 سنة هي كمية كمية يعني تكفي للنبات. هناك دكتور سؤال، تقول سيدة تحتفظ باللوز مثلا لمدة طويلة لكن تجد الفطريات بداخله، يعني كيف يمكن أن تحفظ هذا اللوز يعني من هذه الفطريات؟ علي بعض المدن لا يحفظ فيها اللوز ولا التمر، هل مثلا القنيطرة والرباط والدار البيضاء الجديدة نسبة ارتفاع الرطوبة بوسلام ولا طنجة ولا هذه مدن فيها رطوبة البحر، لا يمكن أن نحفظ فيها لا التمور ولا التين ولا الجوز ولا اللوز. طبعا هناك هذا اللوز سيكون فوقه بعض الفطريات مثل البينيسيليوم، هي ليست خطيرة علي، ليست خطيرة لأنها لا تنتج المايكوتوكسين على اللوز، فقط أن تنظف اللوز جيد بالماء دافي، تغسله بالماء دافي وتخلي تسقطر هذاك الماء يزول منه، ثم ممكن أن تستهلك اللوز بدون أي مشكل. لا بدون أي مشكل، لأن ليس فيه ماء وليس فيه ماء يعني، والفطريات ربما تكون هذه الفطريات مرت إلى داخل البكتيريا لا تنمو، البكتيريا لا تنمو لا على التمر ولا على التين ولا على الزبيب، البكتيريا لا تنمو، الفطريات تنمو لأنها زيروفايل. من زيروفايل، من زيروفايل، زيروفايل هي محبة للجفاف يعني تنبت، وهذا يعني بالفرنسية زيروفايل بالإنجليزية زيروفايل، هذه تنبت على اللوز وحتى على ولكن تنبت يعني ببطء ليس بنمو يعني قوي جدا، وتكون أثر بهذه الفطريات ليس هناك أي مشكل، ممكن ولا يكون اللوز أصابته مادة أخرى، أصابته سكريات أو شيء، ممكن لهذه السيدة يعني أن تغسل هذا اللوز بماء دافئ تنظفه وتأكل يعني هذا اللوز ليس هناك أي مشكل، لأن البكتيريا لا تنمو على المواد الجافة مثل التمور والتين والزبيب والجوز واللوز، لا تنبت لأن الـ AW الـ Activity of Water منخفض جدا، ولكن الفطريات هي زيرو فايل، زيرو فايل لأنها تحب الجفاف، فهي تنبت على المواد الجافة، وأن الفطريات تنبت حتى على الحائط وتنبت على الورق وعلى أي شيء يعني جاف، يعني تقاوم الجفاف، وممكن أن تنبت حتى على الـ Activity of Water يعني هذا النشاط المائي منخفض جدا، يعني نحن في علم الميكروبيولوجيا يعني نعلم بالتدقيق يعني نوع الجرثوم الذي ينبت في أي مادة، هناك جراثيم محبة للسكرية، جراثيم محبة للملوحة، جراثيم محبة للحموضة، جراثيم محبة للجفاف وما إلى ذلك، فنحن نعلم. علينا أنا أنصح بكل اطمئنان أن ليس هناك أي مشكل. طبعا دكتور في خلاصة كيف نستفيد من اللوز أكثر، يعني ذكرت العديد من الخصائص لا من ناحية الصحية ولا من ناحية يعني من ناحية الجمال، كيف نستفيد يعني أكثر من هذه؟ نعم والله يعني أحسن شيء يعني ممكن للناس أن يعملوا أن يدخلوا اللوز والجوز، ليس اللوز فقط يعني فواكه أخرى في التغذية اليومية، ويعني خصوص للأطفال لما لا يكون لديهم حساسية، يعني حال في البوادي مثلا ليس هناك حساسية، في المدن نعم الأطفال أصبحت لديهم حساسية كثيرة، فالنساء كذلك يجب النساء أن يستهلكوا اللوز لأن الفيتوستيرول اللي فيه الحمض الأوميغا 3 هو جيد للنساء. ثم كما قلت الرجال يستفيدون أكثر من النساء، ولكن النساء كذلك لأن حمض الأوميغا 3 هو للرجال والنساء على حد سواء ليس هناك أي مشكلة، هو مهدئ للأعصاب
مهدئ للاعصاب الاشخاص اللي عندهم مثلا كيركزوا كثير، الاشخاص اللي كيعملوا في الادارات، والاشخاص اللي عندهم التوقيت المستمر، وهذوك سائقي السيارات وسائقي الحافلات وسائقي القطارات وسائقي الطائرات، هذو اللي يجب ان يستهلكوا اللوز والجوز بكثرة وماء معدني، ماء معدني فقط. لماذا؟ لان هو يعطي الطاقه وهو سهل في الهضم، لان الليبيز يعني في الامعاء ممكن ان تهضم، ولكن الا ياكلوا لحوم ولا ان يتناولوا سكريات اثناء العمل، لانه شيء يعني سيضر بهم. يعني فالفواكه الجافه وحتى الفواكه الطريه والماء هو يعني يجب ان يكثر الناس، يعني هذو اللي عندهم توقيت مستمر اللي كيركزوا كثير، ان يكثروا من اللوز، لان فيه المغنيسيوم وفيه الفوسفور وفيه حمض اوميجا 3، يعني طاقه، يعني نعم. يعطي طاقه للجسم. نعم. اذا شكرا لكم دكتور على كل ما قدمته لنا من نصائح قيمه.